تواجد اليوم بأكبر مدينة بمنطقة الألفاس. تواجد اليوم مدينة ستراسبورغ. اليوم توجهنا لآخر مدينة بمقاطعة الألزاس أو الجرانيست، وهي ستراسبورغ. تقع المدينة شرق فرنسا على الحدود الألمانية، وتعتبر ستراسبورغ عاصمة الألزاس، وهي أكبر مدينة بالمنطقة كثافة وحجما، حيث يبلغ عدد سكانها 250 ألف نسمة بالمدينة والمناطق المحيطة بها، ويوجد بها العديد من المناطق السياحية. خلونا نتعرف عليها مع بعض. ساحة كليبر تقع وسط المدينة، وتعتبر من أكبر الساحات بستراسبورغ، ويوجد بها تمثال كليبر، هو أحد جنرالات فرنسا أثناء الثورة الفرنسية، ولد عام 1753، وكانت الساحة ممر للقطار وكراج للسيارات، أما اليوم أصبحت ممشى، ويوجد بها أهم المتاجر للتسوق، وسينما، وفناك، وأبل، وماكدو، وستاربكس. متواجد في ساحة كليبر مبنى عسكري قديم يعود للقرن 18، تم تحويله اليوم إلى مول التسوق. ساحة كليبر هي بداية لأغلب المناطق اللي راح نتعرف عليها اليوم. ساحة غوتنبرغ تعد من أهم الأماكن السياحية في ستراسبورغ، وتعود تسميتها إلى مخترع آلة الطباعة الأول جوهان غوتنبرغ، حيث يوجد مجسم ضخم يمثل شخصيته في الساحة. تقام في الساحة العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات المختلفة. عن جد إنها تحفة معمارية. كاتدرائية ستراسبورغ تعتبر من أشهر كنائس أوروبا، وكانت أطول بناء في القرن 17 الميلادي، حيث بلغ ارتفاع حوالي 142 مترا، واليوم هي مصنفة كثاني أطول كاتدرائية في فرنسا بعد كاتدرائية روان التي بلغ طولها 151 متر. تم بناء الكنيسة بين عامي 1176 حتى عام 1439 على طريقة الأعمار القوط المليء بالتفاصيل المعمارية الجميلة. تستقطب ما يقول على 4.5 مليون سائح سنويا. بدي يجي هنا لازم يكون رياضي يا شباب، وإن ما كان رياضي يتابع هالفيديو ما بدأ يجي بصراحة. ويقع جانب الكنيسة قصر روهان الذي يعود تاريخه للقرن 18. كان في السابق مقر لجميع الأساقفة من عائلة روهان الفرنسية الشهيرة. في الطابق الأرضي من القصر يقع متحف الفن الذي يضم مجموعة من اللوح الفنية والمقتنيات الأثرية. متواجد في ستراسبورغ أقدم ثانوية في فرنسا، وتعتبر مدينة ستراسبورغ مدينة شبابية، حيث تضم جامعة ستراسبورغ أكثر من 50 ألف طالب. بعد هالتعبة بدأ استراحة محاربة بصراحة. متوجه لحي يسمى بفرنسا الصغيرة. حي فرنسا الصغيرة، يقع هذا الحي على ضفة النهر الكبير، وأغلب المباني تعود للقرن 16. كان في السابق معقل للصباغين والصيادين والطحانين. متواجد به سد فوبان بطول 120 متر. تم تأسيس السد عام 1681. متواجد في هذه المدينة المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة، وهي واحدة من أعرق المدارس العليا الفرنسية،
والتي تخرج كبار موظفي الدولة الفرنسية، من بينهم رئيس فرنسا الحالي السيد إيمانويل ماكرون. متواجد حالياً بساحة الجمهورية. متواجد حول حديقة الجمهورية، مسرح ستراسبورغ، والمكتبة الوطنية، وقصر الكايزر، أول قصر الإمبراطوري السابق. يعد المبنى الضخم والحدائق المحيطة به معلماً بارزاً للعمارة البروسية في القرن 19. تعتبر ستراسبورغ عاصمة الاتحاد الأوروبي. متواجد في المدينة العديد من المؤسسات الأوروبية مثل البرلمان الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المؤسسات الأوروبية الأخرى. تعتبر مدينة ستراسبورغ هي عاصمة الكريسماس، حيث تقيم المدينة سوق عيد الميلاد كل سنة منذ عام 1570، وتقدم به أشهر المأكولات والمشروبات الساخنة. متواجد بستراسبورغ حوالي 230 جسر. الحلو بستراسبورغ انها على الحدود الألمانية على الضبط كمدينة، يعني تاخذ قطار نقل داخلي بستراسبورغ خلال 10 دقائق تكون مدينة كل الألمانية. شكرا على المشاهدة، واتمنى اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا من اللايك والاشتراك.